دكتور اسلام، كمان المستحضرات التجميل، الشامبو، الحاجات الخاصه بالشعر، تاريخ صلاحيتها واستخدامها بعد انتهاء تاريخ الصلاحيه. عموما المنتجات بقى اللي بره الدواء بتستخدم المفروض عشان احدد تاريخ الصلاحيه نفس الطريقه المفروض، اللي هي اكتر حاجه اللي هي الاستابيليتي بتاعت المواد نفسها دي. بعد انتهاء مده الصلاحيه هيبقى بعملها نفس معامله الدواء. اوكي، بس هو في حاجه مهمه في المواد، سواء الغذائيه او مواد التجميل او حتى الدواء، ان انا اتاكد حتى لو مده الصلاحيه بتاعتها جيده ان الكونسيستنسي واللون والقوام، يعني شكله ما اتغيرش او حاجه شكله ما اتغيرش، مش فاضل مثلا. خصوصا الاكثر حاجه مميزه في مثلا الشامبوهات والحاجات الكوزماتيك ان هي بتفصل، ممكن عليها فاصل فبيبان على اللون، فبيبان على العبوه. لكن طبعا خصوصا بقى الحاجات اللي بتستخدم على الوش بالذات في الميك اب مثلا، ده مهم جدا ان ما يستخدمش طبعا بعد فتره الصلاحيه، لان ده زيه زي الدواء.